الحمد لله احنا فزنا بالدوري، فلازم الكاس ده نهتم بيه لان دي اول خطوه في الكاس. طبعا هي مباراه مهمه جدا، اذا كان الاهلي ويتطلع ليضيف بطوله لبطولات كلها، خاصه كاس مصر اللي هي برضه غايبه عنه بقى لها فتره، لذلك ما ينفعش انه يتجاهل البطوله دي او يقل منها، ودي تعتبر يعني احسن اعداد لماتش الوداد. الاهلي ان شاء الله هيكسب وبسكور كبير كمان. مباراه كاس مصر مش دايما مضمونه، بس انا شايفه ان الاهلي ان شاء الله يعني بيري في حاجه زي كده، وان شاء الله هو يكسب مثلا 5-4. ان شاء الله الاهلي هيفوز باذن الله. مباراه الكؤوس دايما بتبقى فيها مفاجآت، بس نتمنى ان شاء الله ان الاهلي ان شاء الله يعمل ماتش كويس، وان الاهلي يكسب المباراه، وان شاء الله يكمل بطوله الدوري مع بطوله الكاس. مباراه الكؤوس دايما بيبقى فيها مفاجآت، لكن اتوقع ان شاء الله الاهلي هيفوز وفوز كويس، لان في فرق برضه في المستوى بين الاهلي والترسانه، وفي فرق برضه في المهارات باللعيبه، فاكيد هيبقى في فوز كويس يعني ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى للنادي الاهلي الفوز دايما. النادي الاهلي نادي اسم عريق ومعروف لدى الجميع، ان شاء الله نتمنى له كده 3-0 باذن الله. الاهلي موفق في المباراه، احنا متعودين ان الاهلي بيأدي اداء كويس، يعني بالجماهير الاهلي بيكونوا مبسوطين وراضين عن اداء الفريق بتاعهم، وان شاء الله المباراه الجايه هتبقى في صف الاهلي ان شاء الله رب العالمين. والله ان شاء الله المباراه هتبقى كويسه، والاهلي هيعمل ماتش كويس كعادته، يعني زي ما كسب اخذ الدوري هياخد الكاس ان شاء الله باذن الله. مباراه الكاس دي بتبقى دايما مباراه مفاجآت، واحنا لازم نشد حيلنا شويه بقى، ويعني مش معنى النادي الترسانه يعني مش نفس مستوانا ان احنا نستقل بيه، احنا لازم نشد حيلنا وان شاء الله باذن الله الفوز بكره.